وصلتنا شكوى من محافظة أزرقاء حول مخلفات الدعاية الانتخابية. نرحب بمراسلنا محمد أبو علوان، يطلعنا على تفاصيل. محمد، ما هي المشكلة لديكم في أزرقاء؟ نعم رانيا، يعني منذ انتهاء العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 20 ومظاهر الدعاية الانتخابية لغاية هذا اليوم ما زالت يعني موجودة في محافظة الزرقاء وفي كافة الشوارع، موجودة على الأعمدة وفي الطرقات وتغطي معظمها يعني الإشارات المرورية. بإمكاننا أن نشاهد في هذه اللقطة أو في هذه المشاهد يعني حجم الدعاية الانتخابية الذي ما زال موجود على الأعمدة، أعمدة الكهرباء في الشوارع، وأنا في أحد الشوارع الرئيسية الذي يعني يبين مقدار الدعاية الانتخابية الموجودة. ويعني نحن الآن بحسب دائرة الأرصاد الجوية مقبلون على أجواء مختلفة ورياح نشطة، وبالتالي ستشكل هذه الدعاية الانتخابية بمختلف أنواعها وأحجامها خطر على المركبات والسيارات في الطرقات وخاصة الطرقات الرئيسية والمناطق الحيوية. أيضا يعني هذه الدعاية يتم تمزيقها من العابثين ومن المارين في الطريق والأولاد الصغار، وبالتالي أيضا تشكل تلوث بيئي وتشكل أيضا يعني تكاثر للنفايات في الشوارع. حقيقة رانيا، يعني اليوم بدأنا نرصد من بلدية الزرقاء إزالة لبعض هذه الدعاية الانتخابية وهذه المظاهر في الشوارع، ويعني بالتأكيد تحتاج إلى سرعة في العمل كون كما ذكرت الأجواء والهواء والرياح النشطة يعني في الزرقاء منذ يومين، وبالتالي قد تشكل خطر كبير على المارين والمركبات. كل الشكر لمراسلنا محمد أبو علوان، ونستمع إلى المهندس عواد العموش نائب رئيس بلدية أزرقاء لشؤون المناطق ليحدثنا أكثر عن مشروع فرز المخلفات في بلدية أزرقاء، وكيف هذا المشروع مرتبط بإزالة الدعاية الانتخابية بطريقة من الممكن أن تستفيد منها البلدية. تفضل مهندس. ستي الله يمسيكم بالخير أنت ومشاهدين قناة كل مستقبل. أهلا وسهلا فيك. يعني خلينا اول شيء نجاوب بالنسبه لموضوع اللافتات الانتخابيه. نعم. حقيقه هو يعني هاي اللافتات في بعض المرشحين يرغب بجمع لافتاته، وممكن انه يرغب باحتفاظ بها المرات القادمه، لانه في عندنا مرشحين كل مره ينزل. فستي احنا اعطينا مهله حوالي 3 لـ4 أيام للمرشحين الراغبين انه يشيل خلينا نقول اللافتات او الصور العائده. نعم. حقيقه من اول امبارح احنا باشرنا بازاله اللافتات اللي ما شالوها اصحابها، واحنا الان تقريبا قطعنا يعني 80% من ذلك، وقريبا ان شاء الله بكره او بعد بكره راح ننتهي من هذا الموضوع بشكل كلي. نعم. مهندس عواد، بشكل عام يعني وفي كل الدورات، هل إزالة الدعاية الانتخابية هي جزء من مسؤولية المترشح نفسه؟ ستي هو المترشح عليه كفالة مالية أولا مشان وضع اللافتات في المكان المناسب. نعم. ثانيا مشان إزالتها طبعا والمحافظة على سلامة الطريق ومستخدمين الطريق، لأنه هذا يعني في لافتات تشكل خطر حقيقي على المواطن على السيارات. يعني في حال انه ما ازال، احنا بتصادر هاي الكفاله الماليه وتجي للبلديه وتصادر كفالته. نعم يعني بشكل عام هي ليست حملا ماديا زائدا على البلديه طالما هناك كفالات ماليه، هل توافقني؟ يعني ام ان لا، إن كان المترشح يعني هو من أزال هذه الدعاية فهي أفضل للبلدية؟ والله إذا احنا المترشح هو يشيل يعني دعاية الانتخابية بنفسه لا والله أفضل، لأن تعرفي حتى مبلغ الكفالة هو مبلغ يعني مبلغ رمزي، يعني 200-250 ليرة، مش مبلغ كافي لإزالة وتنظيف مظاهر الانتخابات. نعم مهندس، هناك مشروع لفرز المخلفات في بلدية أزرقاء، حدثنا عنه. نعم ستي، يعني انتم بتعرفوا انه هاي المشاريع هي ضروريه جدا للبلديات في المرحله الحاليه، مع خلينا نحكي مع ارتفاع كلف جمع ونقل النفايات للمكب الرئيسي، ارتفاع المحروقات وارتفاع
قطع الغيار والمصاريف، يعني المصروفات التي تصرف على موضوع الجمع والنقل بشكل عام. الان احنا في مشروع حقيقه بالتعاون مع منظمه اليو اس ايد. هذا المشروع هدفه الفرز النفايات في موقعها، في موقعها قبل نقلها من موقعها. يعني كيف؟ يعني انه راح يكون في شوارعنا قريبا ان شاء الله صناديق او حاويات مخصصه كل وحده ل نوع معين من النفايات، سواء كانت معادن او زجاج او خشب بلاستيك غيرها من النفايات. فراح يكون ان شاء الله هذا قريبا موجود بشوارعنا، وهذا راح يكون له اثر واضح كبير. اول شيء يعني اثر بيئي والتخفيف من كميه النفايات المنقوله للمكب الرئيسي. ثانيا راح يكون في وفر مالي على البلديه، لانه اذا فرزنا ونجح المشروع بمكانه، هاي المواد اولا هي ممكن تباع، يعني راح تجيب دخل اضافي للبلديه. نعم. ثانيا هي تشكل يعني ما نسبته 70 الى 80% من حجم النفايات اللي قاعده تنقل لمكب الغضائب عمان. نعم، كل الشكر. راح يكون في وفر مالي، نعم راح يكون في وفر مالي، واتمنى بالنهايه يعني من خلال محطتكم الكريمه على اخواننا التعاون، لانه هذا كله اذا ما تعاون مواطننا الكريم ما راح ينجح اي مشروع. كل الشكر للمهندس عواد العموش مساعد رئيس بلدية أزرقاء لشؤون المناطق.